السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ناصر توريزم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد. فرجة ممتعة. فيديو خاص بشراكة مع قناة HSB Family. خوتي خواتاتي السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دابا وصلنا للمرحلة الثالثة واللي هي مرحلة ترانسكريبسيون، بالدارجة مرحلة اعتراف وزارة الخارجية الفرنسية بعقد الزواج المغربي والمصادقة عليه. من بعد ما تكونوا ساليتوا المرحلة الثانية وتحصلوا على عقد الزواج المغربي، فكونوا على يقين أنكم على أبواب إغلاق باب المساطر القانونية المتعلقة بالزواج المختلط. في هذا الفيديو غنهضروا على ترانسكريبسيون وأشنا هما الوثائق اللي غتحتاجوا باش تدفعوا طلب ترانسكريبسيون، وشحال ديال الوقت خاصكم تسناو، وعلاش غتحصلوا في آخر المطاف. خاصكم تعرفوا أن عقد الزواج المغربي عنده صلاحيات ومميزات قبل ترانسكريبسيون، يعني أنت ولا أنتي بهذا العقد وفي حدود التراب الوطني كتسموا مزوجين، وأكيد ما غيكونوش عندكم عراقيل. لكن بالنسبة للناس اللي باغيين يلتحقوا بالأزواج ديالهم في الديار الفرنسية، فمرحلة ترانسكريبسيون مهمة بزاف. شحال من واحد غيبقى يسول أشنا هما الوثائق اللي خاصني نوجدها لهذه المرحلة؟ كيف ما العادة جيب ورقة وستيلو وقهوة وركز معايا مزيان. بالنسبة للمغربي أو المغربية، فغيخصك أولا عقد الزواج مترجم وليغاليزي عند شي موثق محلف، ثانيا نسخة من البطاقة الوطنية ريكتو فيرسو، ثالثا نسخة من جواز السفر في الجهة اللي فيها التصويرة، وأخيرا نسخة من شهادة الأهلية للزواج CCM. أما بالنسبة للفرنسي أو الفرنسية، أولا وثائق تثبت الجنسية الفرنسية، واللي نذكروا منهم نسخة من البطاقة الوطنية، شهادة الجنسية، عقد الإزدياد، النسخة الكاملة لعقد الإزدياد. ثانيا وثائق الإقامة بفرنسا، فاتورة الكهرباء أو فاتورة الماء أو فواتير الكراء. ثالثا نسخة من جواز السفر. رابعا تعبئة طلب ترانسكريبسيون اللي غتلقاوه في موقع consult.org. من بعد ما تكونوا جمعتوا الوثائق كاملين، فالطرف الأجنبي فاش غيدخل البلد ديالو اللي هي فرنسا، خاصو في أقرب وقت يصيفط توصي كامل في البوسطة ويكون ريكوموندي لهذا العنوان باش يتوصل بأكوزي دو ريسيبسيون في نفس الأسبوع. ومن بعد في اللجنة المكلفة في نونت غتواصل معاه باش يعطيوه رقم الملف ويوم الشروع في العمل عليه. وحسب وزارة الخارجية اللي في نونت، فإن المدة ديال ترانسكريبسيون افيك CCM كتاخد من شهرين حتى لربع شهور. من بعد الطرف الأجنبي غيصيفط للشريك ديالو في المغرب عقد الزواج المصادق عليه من وزارة الخارجية الفرنسية مع دفتر العائلة الفرنسي ليفري دو فامي، واللي غيخول لك أنك تدفعهم مع شي وثائق أخرين باش تاخد فيزا كونجوان فرونسي اللي غنهضروا عليها في الفيديو الجاي. قبل ما نسالي الفيديو، نتمنى انكم استفدتوا وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب. تهلاو.